ويا لكن حصان مربوط فقط بحبل من ربطة واحدة، كان يطلع مكان ربطتين وفكت ثلاث ربطة واحدة، وحتى مقطوع من الجهة هذه لاحظ. ومع ذلك غسلته وشطفته و الحبل على رقبته فقط برشمة، ثم لما غير اتجاهه كذا لكن ما يقاوم المقود مع انه قطعة واحدة يعني ربطة واحدة، ثم اجي هنا ادف الجهة الاخرى ناري ام ضربات ام طاقات ام شاكل. اي والله كحالك طبعا. هذا حصان جاهز للشيء هذا، لو كان مدرب خطا مستحيل تربط حصان على الحبل على رقبه بالشكل هذا وحصان يسحب المصلب يموت نفسه يخنق نفسه خنق. بس الناصر بوضح لك كيف انه مدرب زين، انك حتى ما تحتاج تركب شيء على الخشم او الفم، فقط الحبل على رقبته كما هو ربطته وغسل وكل شيء وربطتين. مع انه هم النوع اللي كنت اتذكر اول مقاطعه بدايه ما جاني من النوع اللي يبالغ في السحب لما ينصلب او لما او باللحظه لما تمسك ذنه، يعني هم من النوع اللي يسحب زياده. فكيف تصلب حصان وهو يسحب زياده؟ اللي حصل انك ما تصلبه توزنه يصير مع الوقت ما يسحب ما يبالغ في السحب. ذاك ثلاث اول مقاطع له لما كنت اغسله وانا ماسكه لين وصل لمرحله انه ما يسحب سحب واضح ثم صلبته. فكيف لاحظ كيف التزليق يجهز الحصان لعدم السحب عن طريق انه يعطيه حق السحب، لدرجه انك لما تقفل عليه قفل مصلب المصلب يقفل ما يزلق، وربطه ربطه واحده وربطتين فقط وتغسل ما يسحب. الخيل المقفول عليها القفل مبني على منعها من السحب هي اكثر خيل تسحب، خاصه لما يكون الحصان في طبع السحب وتقفل عليه يبالغ في السحب سواء مصلب او حتى معك انت لما يخاف او لا يجفل الى اخره. صح ولا ديناري؟ ضربات ام طاقات ام شاكل. اي والله اي والله. ديناري 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 ديناري.